هذا السبب اللي خلاني أطلع وسافر بالبحر وأفقد أولادي. منطق العبيد الخايفة، لمبدأ الأحرار اللي وصلت لدرجة إنها تشتم هذا الشخص اللي فرض هيبته وسيطرته. اتخاذ القرار يعني هو عبارة عن فكرة، تنفيذ القرار كان هو فراق اللحظة اللي أنا كنت يعني تمشي بيها السيارة وأنا رايح وأشوف أهلي صاروا يبعدوا عني. يعني أنا ما أتحمل هاي اللحظة، يعني أنا الآن باللحظة هاي لو أنا تنعاد هاي اللحظة ما أسويها، مستحيل يعني.